معانا النهاردة بقى زيت سحري سحري سحري، يعني روعة روعة روعة. هتحطيه على وشك على طول هيشيل الهالات الخطوط الرفيعة يعني بسرعة البرق، يعني زي ما بيقولوا، يعني مفيد وإفادة للبشرة، والخطوط الرفيعة هتنشيليها، وبرضو العميقة شوية، يعني مش هقولكيش يعني خالص، لكن الخطوط الرفيعة دي كلها هيزيلها. معانا زيت النهاردة خطير خطير خطير، خليكي معايا وتروحي هنا ولا هنا وشوفي ايه الإفادة اللي انت هتستفاديها من الفيديو ده. وكلها حاجات طبيعية، مش هنحط حاجات كده يعني ايه كيماوية خالص، كلها حاجات طبيعية في كل بيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. بس برضو قبل ما نبدأ الفيديو ما نسنوش في اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. اللايك يا جماعة من حضراتكم بيساوي كلمة شكرا، فأتمنى ان انتم ما تبخلوش عليا بلايك. ونبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. معانا ايه ده اللي ما يعرفوش ده اسمه ايه؟ ده بذور الكتان، حاجة كده ربانية وفيها افادة غير عادية، يعني رخيص جدا، موجود عند العطارين عادي، رخيص جدا. بذور الكتان دي لها فوائد كتير قوي قوي يا جماعة، هنصحنها. البذور الكتان دي عايزين نصحنها في الكبة هننعمها. عايزة تجيبيها مصحونة عادي هاتيها مصحونة عند العطار عادي موجود. ومعانا بقى الحاجة المكون الأولين هو زيت الزيتون، وما أدراك ما زيت الزيتون، حاجة فوايد ربانية رهيبة، يعني سبحان الله يا رب، حاجة كده إفادة غير عادية. زيت الزيتون جدا مفيد يا جماعة للبشرة، ومفيد في طعام كتير كتير، يعني انتوا عارفين قد ايه مفيد زيت الزيتون. اول حاجه هنحطها هنحط زيت الزيتون، خليكي معايا بقى واحده واحده كده علشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. معانا معلقتين زيت زيتون، هي حطيتوا لايك ولا لسه؟ اللي محطش لايك يحط اللايك، انا شايفاك الفيديو مهم وخليكي معايا للاخر ويجري الفيديو علشان في حاجات مهمه جدا 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 هتفيدك كتير، مش هتندمي ان انت شفتي الفيديو. اهو زي ما انت شايفين بعد ما صحنا بذور الكتان، اهو زي ما انت شايفين ده المصحون بتاع بذور الكتان، بينصحن عادي في الكبة بينعم عادي مفيش مشكلة. هنحط معلقة ونبدأ ندوب الخليط كده، ولسه ايه واحدة واحدة اتقلي بس تشيل جاي ورا. انا عايزاكي تجربي الوصفة دي وتقولي رأيك. معانا ايه بقى؟ النسكافيه او معلقة قهوة سريعة الذوبان، اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كلنا عارفين القهوة دي مفيدة جدا للبشرة، بتزيل الخطوط الرفيعة وبتغذي البشرة، كلنا عارفين، يعني ايه معلومة مش جديدة، كله عارف ان القهوة سريعة الذوبان دي مفيدة جدا للبشرة، والماسكات واي حاجة بتحط فيها قهوة، اي حاجة تبع البشرة غالبية الوصفات موجود فيها قهوة. لازم يا جماعة نحافظ على بشرتنا بالوصفات دي، بتساعدنا ان احنا نحافظ على البشرة بتاعتنا. معانا نص معلقة، ونبدأ نقلب كده الخليط واحدة واحدة، في حاجات مهمة لسه هنحطها. لايك يا جماعة، اللايك يا جماعة فضلا منكم وليس امرا، اتمنى ما تبخلوش عليا بلايك. فعلوا زر الجرس، تفعيل الجرس، زر الجرس بيعمل ايه؟ علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. هنعمل للموضوع ده حمام ميه، هنحط ميه كده في طاسه ونحط الخليط ده في قلبها كده، حمام ميه ربع ساعه يغلي على النار. علشان ايه انا بعمل كده ليه؟ علشان بذور الكتان اللي انا صحنتها ينزل لي الماده اللزجه بتاعتها بالسخونه، بس انا مش هحطها على نار مباشره، هنحطها 15 دقيقه تغلي على البوتاجاز. اهو زي ما انتوا شايفين اهو بدات تغلي على البوتاجاز 15 دقيقه علشان تتقل وتطلع الماده بتاعتها. بعد كده هنبدا نصفيها. هتجيبي شاشة كده عندك وبعدين تحطي الخليط دي فيها وتتكي عليه كده يصفي كل العصارة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين اهو
تجيب اي قماشة خفيفة كده عفوا او تول كده او اي حاجة هنصفيها ونتك عليها كويس علشان كل العصارة بتاع الفواد ايه تجينا في الزيت. في اسهل من كده؟ لا مفيش اسهل من كده. في ارخص من كده؟ برضو مفيش ارخص من كده. حاجة كده سهلة وهتخلي بشرتك كده كده ايه بتلمع، يعني عارفة بتلمع ازاي؟ بس واصبي عليها واقولك ازاي بتحطي الخلطة دي. هو انا بتك ازاي؟ شايفين انا بتك علشان كل الفوائد تنزل في الزيت. لسه مخلصناش، لسه فاضل شويه. اوعي تزهق وتروح هنا ولا هنا، لسه مخلصناش الفيديو. هتستفيد ان شاء الله من الفيديو ده. زي ما انت شايفين اهو، طبعا الكميه اللي انت حباها حطيها مش براحتك، يعني افضل تعملي اول باول، ما تعمليش كتير. معنا المكون بقى اللي هنحطه حاجه كده فوق الوصف، زيت جوز الهند. ما تخيلوش يا جماعه حلو ازاي للبشره. زيت جوز الهند ده تحفه تحفه تحفه، بينعم البشره. وبعد 3 ايام نقول فين؟ لا بالراحه، شويه شويه، يعني كل حاجه بتاخد وقتها. زيت جوز الهند ده يا جماعه معروف رهيب رهيب، بينعم البشره ويزيل اي حاجه في البشره. هنحط معلقه، طبعا ما ينفعش احطه على النار. انا عملت الكلام ده قبل، بعد ما شلته من على النار زي ما قلت لكم وصفيته، انا مش هحطه على النار. انا امان عليكي بقى. تحطيها بقى ازاي؟ تجربي الوصفه دي وتقولي لي. هقول لك تحطيها ازاي. هتحطيها بالليل كل يوم قبل ما تنام، هتدعكي بطريقه المساج، تلفي ايدك كده على وشك وتدعكي وشك كله كل يوم قبل ما تنام اسبوع ولا اتنين، وشوفي وشك هيبقى شكله ايه. انا بحاول اوريك اهو، ولو ما حطش بقى اللايك يحط اللايك. شايفين بحركة دائرية، بحركة المساج كده، علشان ايه؟ اخليها تشرب البشرة، تشرب الزيت. شايفين؟ يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.